ليه يا سهل؟ ليه يا ولدي؟ شبابك يا ضنايا ليه؟ فداك يا عم شبابي. يا ولدي ما فيش حد عاقل يعمل كده؟ في حد يعمل كده؟ أنا عايدت حسن إن أنا أديكي بروحي. طب الزيادة هني واحد راح مني التاني كمان يروح؟ عارف أنا اعترفت على نفسي ليه؟ عشان إحنا من غيرك ما نسواش. وهارون خلاص باع واشترى فينا ومحدش هيقدر يوجب قصاده غيرك أنت. مش سبب دي قلة عقل. ده مش سبب يخليك تودي نفسك لحب المشنقة برجليك. ده مش سبب. وما أنا أشوفك رايح لحب المشنقة وأجي أتفرج أقول إيه؟ أقول إيه؟ ما عنديش كلام أقوله. فوضى أمرنا ليك يا رب. هو ده اللي عندي. عادين إنك تاخدي بطاري وطار حسن وعم يوسف الله يرحمه وطار شعبنا كله وتورينا يوم فهرون ده.